ساندي، عايزين نرحب بيكي طبعا النهارده. فيلم تونسي يعني اكيد انت جايه كلك حماس انك تشوفي التجربه، رايك فيه؟ رائع رائع رائع. المخرج، الممثلين، كله 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 تحفه تحفه. المخرج عنده تفاصيل يعني شابولي بصراحه ربنا، والممثلين لا الاثنين البنت والولد حلو جدا، والقصة نفسها يا لهوي. لا انا عيطت، مصدقتش، معرفش اللي هو حسيت انا بنتي في الموقف ده بعد الشر عليها، بس انا بجد عيطت، انا مصدقتش. لا انا اتفاعلت معاهم. لا ما شاء الله، برافو عليهم بصراحة. ساندي طبعا كنت متألقة، عايزين نتكلم عن اطلالتك وعن ريد كاربت امبارح في مسرح مهرجان القاهرة، تقولي عنه ايه؟ ميرسي. اقول الاستاذ محمد حفزي الف الف مبروك على افتتاح سينما القاهرة دورته 41. اقول له الف الف مبروك، شيك جدا وما شاء الله، يعني بالنجاح دايما يا رب. رانيا يوسف بتثير الجدل جامد قوي، رايك فيها ايه؟ عامله قلق على طول. انا جنبي دي حياه ولا بس امر يعني هتعمل ايه؟ ما هي حلوه قوي صراحه، انا كمان بحبها. سندي بتجهزي ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ ان شاء الله مسلسل حرام لك 2 الجزء الثاني، والحاجات الثانيه لسه كلام يعني، ما لسه ما تعاقدتش على حاجه. ماما كده اخبارها ايه معاكي وبنوتك وشقوتها؟ ربنا يحميها يا رب ويخليها لي يا رب. ثانك يو. بس نعرف ايناس كمان مختفيه بقى لها فتره، ليه بقى؟ معايا في المسلسل اصلا ايناس، معانا معايا، وفي الجزء الثاني معانا برضو في المسلسل، بس الحاجه الثانيه ما اعرفش، بس هي معانا مع بعض يعني في نفس المسلسل. حبيبي ثانك يو.